أصعب حقبة زمنية مرت على شعب المملكة العربية السعودية اقتصاديا ولم يتعافى منها إلى يومنا هذا. ملايين ومليارات الريالات تبخرت في الهواء الطلق وبدون أي مقدمات، تبخر معها أحلام وطموحات وأموال وممتلكات المواطن السعودي، وانتهى به المطاف إما مديون ومشرد في الشوارع أو مضطرب عقليا ونفسيا ويتلقى العلاج في إحدى المستشفيات النفسية. ذكرى مؤلمة وفاجعة في قلب كل مواطن سعودي، ذكرى انهيار سوق الأسهم السعودي لعام 2006. حنشوف في حلقة اليوم ايش هو السوق السعودي وايش اللي صار قبل الانهيار وايش اللي ساعد وسرع وتيرة الانهيار وليش ومتى وكيف صار الانهيار، وحنشوف ايش صار بعد الانهيار وايش الفرق بين سوق الأسهم السعودي اليوم وسوق الأسهم السعودي لعام 2006. حلقة اليوم بتكون دسمة مليئة بالمعلومات والأحداث، لذلك عزيزي المشاهد جيب مشروبك المفضل وركز واستمتع معي. أنا ما راح أقول لك قصة الانهيار بشكل تقليدي، بخليك تعيشها بإذن الله. أنا جاهز، أنتم جاهزين؟ على بركة الله. أكون دايركت ومباشر وندخل في صلب الموضوع، لازم في البداية أشرح إيش هو سوق الأسهم. سوق الأسهم عزيزي المشاهد هو عبارة عن سوق مدرج فيه شركات وصناديق مؤشرات متداولة وصناديق عقارية متداولة وذهب وغيرها، وكل دولة في العالم عندها سوق أسهم خاص فيها. فمثلا في أمريكا عندهم بورصة نيويورك وبورصة ناسداك. كلمة بورصة هي نفسها سوق الأسهم، حنا عندنا بالسعودية نسميه سوق الأسهم، خارجا مثلا في الأردن أو مصر يسموها بورصة. عندنا سوق الأسهم السعودي تداول، نسميه باللغة الإنجليزية تداول All Share Index ونختصره بكلمة تاسي، وجميع الشركات السعودية مدرجة في هذا السوق، كمثال شركة أرامكو، مصرف الراجحي، بنك الأهلي، شركة STC، شركة المراعي، شركة سابك وغيرها. أنت عزيزي المشاهد إذا شريت سهم في أي شركة موجودة في هذا السوق فأنت تعتبر أحد ملاك هذه الشركة. فلو شريت سهم في مصرف الراجحي فأنت عزيزي المشاهد تعتبر أحد ملاك مصرف الراجحي، فبمجرد امتلاكك لأسهم في هذه الشركة فأنت تعتبر تمتلك جزء من هذه الشركة. وسعر السهم وسوق الأسهم بشكل عام يعتمد على قانون العرض والطلب، فكل ما زاد الطلب وقل العرض على سهم معين بيزيد السعر، والعكس صحيح أيضا، فكل ما زاد العرض وقل الطلب بيقل سعر السهم. وهذا هو سوق الأسهم بشكل مبسط واختصار شديد جدا. إيش هي الأحداث اللي صارت قبل الانهيار وإيش الأسباب اللي خلت الأسهم ترتفع بشكل كبير جدا؟ بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2001 صار في اختطاف لأربع طائرات مدنية واستهداف أربع مناطق حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية. بتقول لي يا أبو عابد إيش دخل سوقنا سوق الأسهم السعودي بأمريكا؟ اصبر علي عزيزي المشاهد، عطني فرصة أشرح وأوضح وخلك مركز. بعد هذا الهجوم عزيزي المشاهد صار في كره، والرأي العام الأمريكي صار ضد العرب والمسلمين والخليجيين وبالذات السعوديين، فصار في تجميد لمحافظ وأرصدة بنوك المستثمرين السعوديين بعد هذه الحادثة. فاضطروا المتداولين والمستثمرين السعوديين اللي كانوا مستثمرين في السوق الأمريكي إلى سحب هذه الأموال من الأسواق الأمريكية، وهذه الأموال والسيولة الضخمة اللي سحبت من السوق الأمريكي تم ضخها وتوجيهها في سوق الأسهم السعودي المحلي. فهذه الأموال الضخمة لما دخلت السوق السعودي زادت السيولة، فزاد الطلب على الأسهم فزادت الأسعار. العالم عبارة عن قرية صغيرة خصوصا من الجانب والناحية الاقتصادية. كمثال إذا عدد البقر اللي موجود بسويسرا قل بشكل كبير، منتجات المراعي ونادك هنادا اللي موجودة عندي بالسوق السعودي راح تتأثر. وهذا مثال آخر من نتائج الحرب اللي صارت بين روسيا وأوكرانيا. روسيا قللت إنتاج وتصدير النفط لدول أوروبا، فالعرض قل والطلب زاد، فدول الخليج المصدرة للنفط الاقتصاد عندها انتعش بسبب زيادة سعر برميل النفط. ما بنطول أكثر في شرح هذه النقطة عشان لا يطيل عليكم وقت الحلقة وتملوا مني، لكن اختصارا العالم مترابط بشكل كبير جدا خصوصا اقتصاديا. أيضا من الأسباب اللي ساهمت في زيادة أسعار الأسهم في تلك الحقبة هي زيادة دخل الفرد السعودي. هتسألني ليش يا عبد الله صار في زيادة في الدخل؟ لأن صار في زيادة مرعبة في أسعار النفط وبراميل البترول على مستوى العالم.
العالم. كمثال بتاريخ 1/1/1999 كان سعر برميل النفط 11 دولار و35 سنت، أي ما يعادل 42 ريال و56 هللة. استمرت أسعار النفط وبراميل البترول بالارتفاع لين ما وصلنا لتاريخ 7/1/2006، وصل سعر البرميل الواحد إلى 75 دولار و15 سنت، أي ما يعادل 281 ريال سعودي. هذه زيادة بنسبة 562%. عزيز المشاهد، أنتم متخيلين؟ طيب فهمنا يا عبد الله، براميل النفط ارتفعت أسعارها، طيب دخل الفرد السعودي كيف ارتفع؟ إيش دخل براميل النفط في دخل الفرد السعودي؟ المملكة العربية السعودية يا عزيز المشاهد تصدر يوميا أكثر من 10 مليون برميل نفط للعالم. فلو صدرت الدولة برميل النفط بسعر 42 ريال و56 هللة، حيكون دخل الدولة 425,600,000 ريال يوميا. أما لو صدرت الدولة برميل النفط على سعر 281 ريال و81 هللة، فدخل الدولة بيكون 2,818,100,000 ريال يوميا. دخل الدولة من تصدير براميل النفط من 1999 إلى 2006 زاد بنسبة 562%. فانتعش اقتصاد الدولة وزادت أموالها وزادت السيولة وتحركت العجلة الاقتصادية وازدهرت البلد. فالدولة إذا كان عندها ديون أو قروض لإحدى هالشركات أو البنوك أو المصارف أو المؤسسات، فطبيعي جدا الدولة حتسدد جميع القروض والديون اللي عليها. وأيضا في تلك الفترة أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بزيادة دخل الأفراد بنسبة 15%. فلما الدولة سددت القروض والديون اللي عليها للبنوك والمصارف، البنوك والمصارف صار عندها سيولة ضخمة وكاش كثير. فهذه البنوك والمصارف صارت تسهل عملية الاقتراض للأفراد وصارت تعطيهم قروض بفوائد قليلة جدا. فصار موضوع الاقتراض من البنوك بالنسبة للأفراد مغري جدا. فزادت كمية السيولة والكاش بيد الأفراد وتم ضخ جميع هذه الأموال في سوق الأسهم، فزاد الطلب فزادت الأسعار. وأيضا انتشار الأخبار والشائعات في المجالس والاستراحات والتجمعات بين الأهالي والأصدقاء والأقارب، فلان دبل رأس المال، وفلان ربح في سوق الأسهم، وفلان اغتنى، وفلان ترك الوظيفة وراح لسوق الأسهم، وفلان صار مليونير. يعني موضوع سوق الأسهم في تلك الفترة كان ترند. فلو كان في تجمع عائلي أو تجمع لأصدقاء أمام شاشات التلفاز عشان يشاهدوا مباراة مثلا بين الهلال والنصر ولا الهلال والاتحاد، الحديث اللي بيكون في هذه الجلسة مو عن المباراة، لا، الحديث بيكون عن أسواق الأسهم. وأيضا بداية دخول الانترنت في تلك الفترة، بدأت العائلات والأسرة السعودية بتركيب أجهزة الواي فاي في البيوت، فسرعت وتيرة انتشار أخبار وشائعات وموضة التداول في أسواق الأسهم في تلك الفترة. كان لازم أنت شخصيا عزيزي المشاهد، أنت شخصيا حضوريا تروح لصالات الأسهم اللي موجودة في البنوك وتتداول شخصيا، تعطي أوامر شراء أو أوامر بيع وأنت موجود في صالة الأسهم اللي موجودة في البنوك. لكن مع دخول الانترنت صارت العملية أونلاين خلاص، وأنت موجود في البيت بسهولة تقدر تتداول وتشتري وتبيع، وتوفر عليك عناء المجيء إلى صالات الأسهم. وأيضا الإنترنت لعب دور كبير جدا في رفع أسعار الأسهم بسبب التوصيات. انتشرت في تلك الفترة موضة المنتديات، وهذه المنتديات كانت بيئة خصبة لنشر الإشاعات والتوصيات والأخبار. التوصيات عزيزي المشاهد ببساطة هي عبارة عن المستثمر كبير بالسوق، حوت من حيتان السوق، هامور كبير عنده رأس مال عملاق، يقوم بنشر الأخبار في إحدى هذه المنتديات ويقول يا جماعة روحوا اشتروا السهم الفلاني. فهذا المستثمر الهامور الحوت يوجه عدد كبير من المستثمرين الصغار للشراء في سهم معين، فيأثر على سعر السهم فيزيد الطلب فيزيد السعر. طب ايش مصلحة المستثمر الكبير هذا اللي يعطي توصية؟ هذا المستثمر الكبير اللي بيعطي توصية بيستغل جهل المستثمرين الصغار. مثلا هذا المستثمر الكبير بيشتري السهم بسعر 10 ريال ويروح ينشر توصية يا جماعة اشتروا بهذا السهم راح يصل 100 ريال. فالمساكين المستثمرين الصغار بروحوا بيشتروا في هذا السهم، فبيروح بيطلع السعر فعلا بيصل الى 50-60، يروح هذاك المستثمر الكبير خلاص يبيع فينهار السعر ويتورطوا المستثمرين الصغار. يعني باختصار التوصيات هي حيلة يستخدمها المستثمر الكبير للتلاعب في سعر السهم ويستفيد هو شخصيا فقط. وايضا من الجدير بالذكر، المتداولين في تلك الحقبة من الزمان ما كان عندهم المعلومات الكافية الشاملة الوافية للتداول في سوق الاسهم. فهذول المستثمرين الصغار كانوا فريسة سهلة جدا لأصحاب المحافظ
النفط الكبيرة، وأيضا إدارة وهيكلة وحوكمة سوق الأسهم في تلك الفترة لم تكن متطورة بالشكل اللي هي موجود عليه اليوم. طبعا كانت تفتقد لكثير من الترتيبات والتنظيمات والإدارات. كمثال، السهم ممكن يرتفع 50 60 70 100% خلال جلسة تداول واحدة، أما في يومنا الحالي مستحيل السهم يطلع أكثر من 10% كحد أقصى. وأيضا ترى في ذلك الوقت ما كان في ترفيه، يعني لو شخص عنده 100,000 في تلك الحقبة من الزمن ما في إشي يصرف فلوسه فيه، مو مثل اليوم في مطاعم وكافيهات ومقاهي واحتفالات ومهرجانات وأونلاين واشتراكات وأفلام ومسلسلات وصالات سينما. كل هذا الترفيه ترى ما كان موجود قبل 20-25 سنة، فكان يسدد الاحتياجات أكل شرب سكن فواتير وبس. وبالمقابل كان موضوع التداول في أسواق الأسهم قاعد يطلع ترند في تلك الفترة، فكان يضخ السيولة المتبقية من الأموال في هذا السوق، فيزيد الطلب على الأسهم فتزيد الأسعار. وأيضا طمع وجشع المتداولين في تلك الفترة، أنت تداولت وشريت وبعت وربحت، ربي يبارك لك، هل اكتفيت؟ لا، المتداولين في تلك الفترة تخلوا عن وظائفهم وباعوا سياراتهم وباعوا بيوتهم واقترضوا من البنوك واقترضوا من الأصدقاء والأقارب وباعوا ذهب زوجاتهم، ضخوا كل هذه الأموال والسيولة والكاش الضخمة في السوق، فأدى إلى زيادة الطلب، أدى إلى زيادة الأسعار. في فرق شاسع وجذري عزيزي المشاهد بين المتداول اللي يستثمر بمبلغ فائض عن حاجته والمتداول اللي يبيع سيارته ويبيع بيته ويبيع ذهب زوجته وياخذ قروض ويستثمر فيه، هذا الجنون بعينه. وطريقة التداول في تلك الفترة كانت مضاربة 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 مضاربة، ما في سياسة ادخار واستثمار طويل أمد، والمضاربة خطيرة جدا 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 عزيزي المشاهد، وغير صحية أصلا لسوق الأسهم على المدى الطويل. وأيضا عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم في تلك الحقبة من الزمان كانت قليلة جدا، 72 شركة 73 شركة، عدد قليل جدا مقارنة بالسيولة التي تضخ في السوق. فقلة عدد الشركات وزيادة السيولة وسلوك المتداول مضاربة 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 أدت إلى زيادة الطلب، فبالتالي زيادة الأسعار. كل هذه الأسباب عزيزي المشاهد ساهمت وساعدت وسرعت في زيادة وتضخم أسعار الأسهم في تلك الفترة. لكن مع بداية الاكتتابات في تلك الفترة، وخصوصا اكتتاب أشهر شركة اتصالات في المنطقة، شركة الاتصالات السعودية المعروفة بـ STC، من بعد اكتتاب شركة STC نهاية سنة 2002 وبداية سنة 2003، خلاص رسميا من هنا السوق انجن، ومن هنا انفجر السوق وتحول من سوق أسهم إلى ما يشابه كازينو، صعود أرقام فلكية غير مبررة نهائيا. في تلك الفترة بدأت الشركات الغير مدرجة بالسوق تندرج عن طريق طرح اكتتابات، تقريبا 11 شركة اكتتبت في تلك الفترة، وكانت قيمة الاكتتابات إلى ما يقارب 7 مليار دولار، يعني تقريبا 26 مليار ريال سعودي. ومن أشهر الاكتتابات كانت شركة الاتصالات أو STC، بحيث أنها طرحت 30% من حصتها بعدد 90 مليون سهم. وشركة الاتصالات كان لديها شعبية كبيرة جدا عند المجتمع السعودي، فتقريبا الجميع اكتتب فيها. عدد المحافظ في سوق الأسهم السعودي قبل اكتتاب شركة STC كان 40,000 محفظة، بعد اكتتاب شركة STC زادت عدد المحافظ بنسبة 100%، يعني تدبلت صارت 80,000 محفظة. ولم تتوقف عدد المحافظ الاستثمارية، بل بالعكس استمرت بالازدياد. وأيضا من الاكتتابات المغرية في نفس تلك الفترة كانت اكتتاب شركة يانساب، كان عدد سكان السعودية تقريبا 17 مليون نسمة، نصهم 8.6 اكتتبوا في شركة يانساب. تخيلوا يا جماعة، بعد اكتتاب شركة يانساب ارتفعت بنسبة 200%. كانت الفكرة السائدة في تلك الفترة اكتتاب يساوي ربح مضمون. ثم دخلت شركة موبايل على الساحة بسنة 2004 وصار الاكتتاب فيها بسعر 50 ريال. بعد الانتهاء من اكتتاب شركة موبايل ارتفع سعر السهم بنسبة 500%، وصل إلى 300 ريال. هذه الارتفاعات والأرقام الخيالية الفلكية كانت غير مبررة نهائيا، والمشكلة والمرعب في الموضوع أن المتداول يعتبرها طبيعي، ومع أن السوق قاعد يرتفع بشكل جنوني ما زالت الناس تشتري بشكل طبيعي جدا ولا كأنه صاير شيء. عزيزي المشاهد، الربح من الاستثمار كمتوسط كأفرج أنك تربح 10% سنويا. سهم موبايلي ارتفع بعد الاكتتاب بنسبة 500%، أنتم متخيلين يا جماعة الجنون والتضخم اللي كان موجود؟ السوق مو بس كان مرتفع بشكل جنوني، لا،
كان متضخم. التضخم كان ماكل السوق أكل، والمتداولين مضاربة مضاربة مضاربة، طمع جشع جهل. التضخم يعني سعر السهم أغلى بكثير من قيمته الأصلية الحقيقية. كمثال، كيلو الموز سعره 5 ريال 10 ريال 15 ريال ماشي، مقبولة مهضومة أوكي. أما يصل سعر كيلو الموز إلى 100 ريال و200 و300 و1000 ريال والناس تشتري، هذا جنون. طب ليش سعر كيلو الموز ارتفع لهذا السعر الخيالي؟ كيلو الموز ب 1000 ريال لأنه العالم قاعدة تشتري، العالم قاعدة تشتري، في زيادة في الطلب، في زيادة في الطلب، في زيادة في الطلب. زيادة الطلب تؤدي إلى زيادة الأسعار. أيوة، المتداولين في تلك الفترة كان يشتري كيلو الموز ب 1000 ريال، ما عنده مشكلة. طبعا أنا ضربت الموز كمثال فقط، ولا أنا أقصد الأسهم طبعا. وأيضا من المؤشرات اللي تساعدك بتحديد قرارك في شراء أو بيع الأسهم هي الـ PE أو الـ Price to Earning Ratio أو مكرر الأرباح. الـ PE أو مكرر الأرباح إذا كان تحت الـ 15 فهذا سهم ممتاز. من 15 إلى 20 جيد جدا، من 20 إلى 25 جيد، من 25 إلى 30 مقبول، من 30 فما فوق هذا سعره غالي وغير مغري للشراء، ومن هنا تبدأ تقلق أنت كمستثمر إذا كنت تمتلك هذا السهم. المتداولين في تلك الفترة وصل الـ PE لبعض الأسهم إلى 5000 وما زال بيشتري في السهم. 5000 والناس بتشتري، هذا جنون. بتاريخ 17/2/2003 كان المؤشر واصل إلى تقريبا 2500 نقطة. بتاريخ 2/2/2004 وصل المؤشر تقريبا إلى 4600 نقطة. عزيزي المشاهد، هذا ارتفاع بنسبة 79% في السوق كامل وخلال سنة واحدة فقط. والأفريج أو المتوسط أن السوق يرتفع بنسبة 10% في السنة فقط. ومن 2004 إلى 2005 تحديدا بتاريخ 14/2/2005 وصل المؤشر إلى تقريبا 8800 نقطة، هذا ارتفاع بنسبة 93%. السوق دخل موجة جنون وصعود صاروخي غير مبرر. على بالك انتهينا؟ لا عزيزي المشاهد، من سنة 2005 إلى 2006 تحديدا 13/2/2006 وصل المؤشر إلى 20600 نقطة، هذا الارتفاع أكثر من 135% خلال سنة واحدة فقط، من 2005 إلى 2006. وهذا الارتفاع مش بشركة أو بشركتين، السوق كامل مرتفع، كل الشركات مرتفعة. خلال 3 سنوات فقط، من سنة 2003 إلى سنة 2006، السوق ارتفع بمعدل 700%. يعني لو استثمرت 200,000 ب 2003، ب 2006 صارت 1,600,000. من سنة 1999 إلى سنة 2006 طلع السوق بنسبة 1,500%. يعني لو استثمرت 200,000 ريال بسنة 99، بال 2006 صارت 3,200,000 ريال سعودي. يا جماعة الصعود كان صاروخي، مو شركة ولا شركتين ولا 10 شركات، جميع الشركات المدرجة في السوق السعودي كلها طالعة. الموضوع رسميا خرج عن السيطرة ودخلت الشركات والمؤسسات بالتداول والاستثمار في سوق الأسهم. مثلا بشهر سبتمبر لسنة 2005 أعلن نادي القادسية نادي كرة قدم باستثمار جزء من صفقة بيع اللاعبين لنادي الاتحاد واستثمارها بسوق الأسهم. وبنفس الشهر وبنفس السنة أعلنت واحدة من الجرائد اللي في السعودية بأنه في مربيين مواشي في شمال المملكة العربية السعودية تخلوا عن مواشيهم وباعوا حلالهم ودخلوا في سوق الأسهم. بتاريخ 20 سبتمبر لسنة 2005 بدأ الاكتتاب الأشهر في تاريخ المنطقة، الاكتتاب في شركة دانا غاز. يا جماعة العالم انجنت، صارت تكتتب مو بس بالسوق السعودي، حتى بالأسواق الخليجية المجاورة زي الإمارات وقطر. في اكتتاب شركة دانا غاز افترش المكتتبين الحدائق والساحات العامة بعد ما امتلأت الفنادق والأوتيلات، ومحلات إصرافة وفروع البنوك كانت تشهد طوابير لا نهاية لها. امتلأت الشقق عن بكرة أبيها في دبي وأبوظبي. وفي تلك الفترة طلع تقرير بأنه فجأة عدد سكان دبي زاد 10%. بتاريخ 15 يناير 2006 بدأ الاكتتاب في أسهم مصرف الريان، وهذا أول اكتتاب في التاريخ بيصير داخل استاد رياضي، استاد نادي قطر الرياضي. وصل عدد الناس اللي تنتظر دورهم في الاكتتاب إلى 21,000 فرد. والأشخاص اللي موجودين في مقدمة هذا الطابور كان يقدر يبيع هذا الدور اللي موجود في المقدمة ب5,000 ريال. وصلت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي بشهر فبراير لعام 2006 إلى 653 مليار دولار، أي ما يعادل 2,450,000,000,000 ريال سعودي. وصلت قيمة التداول اللي كانت بيوم 25 فبراير إلى 40 مليار ريال. الأسعار بتاريخ 25 فبراير ل 2006 وصلت إلى كم؟
المثال بنك الرياض كان 951 ريال واليوم 30 ريال، مصرف الراجحي وصل إلى 4116 ريال وهو اليوم 86 ريال، سابك وصل إلى 1827 ريال واليوم 77 ريال، شركة اتحاد اتصالات وصلت إلى 722 ريال واليوم 54 ريال، شركة المراعي 1236 ريال واليوم 56 ريال، شركة الكهرباء وصلت إلى 254 ريال واليوم 19 ريال. أيوة صحيح صار في تقسيم للأسهم على مدار هذه السنين، لكن أنا بوضح لك إيش الأسعار اللي وصلت لها الأسهم في تلك الفترة. استمر سوق الأسهم السعودي بالصعود الصاروخي لين ما وصلنا إلى يوم 25 فبراير لعام 2006 وكان يصادف يوم السبت. افتتح مؤشر السوق على 20624 نقطة واستمر بالصعود خلال جلسة التداول ووصل إلى 20966 نقطة وأغلق على 20634 نقطة. وهذا اليوم كان آخر يوم نشوف فيه هذه الأسهم واصلة إلى هذه الأسعار ومؤشر السوق واصل إلى هذا العدد من النقاط، وآخر يوم نشوف فيه بهجة وسرور ورضا وسعادة المتداولين والمستثمرين في سوق الأسهم السعودي، لأن باليوم التالي تماما اللي يصادف تاريخ 26 فبراير لعام 2006 بدأ الانهيار. مشاهدينا، تراجعات حادة نراها اليوم في سوق الأسهم السعودية، 9% من التراجع في بداية التداول، المؤشر عند 6786 نقطة، عدد كبير من المصارف كنت ألقي نظرة عليها تسجل تراجعات بالحد الأقصى في بداية التداول. دعونا نلقي نظرة على الصناعات البتروكيماوية، تخسر 9.8% في بداية التداول، سابك يسجل تراجعات بأكثر من 9%، أيضا المصارف تخسر 8.5%، الاتصالات تخسر 9.5%، الطاقة 7.5%، النقل 9.5%. دعونا نلقي نظرة على بقية القطاعات، الإسمنت 8.5%، التشييد والبناء 9.8%، التطوير العقاري 9.9%، وأيضا هنا بقية القطاعات تسجل تراجعات بأكثر من 9%، التجزئة هنا أقل الخاسرين 4% من التراجع، والإعلام والنشر حد أقصى من التراجع 10%. يوم 26 فبراير لعام 2006 كان من أصعب وأقسى وأشد وأعنف الأيام اللي مرت على الشعب السعودي على مر التاريخ. بدأ السوق بالسقوط والانهيار، والسقوط ما كان تدريجي، كان سقوط حر وعمودي وعنيف، واستمر السوق بالسقوط والخسارة والنزيف والانهيار من 20900 نقطة بسنة 2006، وما وقف النزيف من 2006 لين ما وصلنا إلى 23/2 لسنة 2009. وصل المؤشر بسنة 2009 إلى 4348 نقطة فقط. يا جماعة انتم متخيلين الانهيار؟ كان واصل 20966 نقطة وهبط إلى 4348 نقطة، يعني السوق فقد أكثر من 80% من قيمة السوقية. انتم متخيلين يا جماعة الانهيار؟ يعني كمثال، لو انت شريت بسنة 2006 بمئة ألف ريال، بسنة 2009 صارت 20 ألف ريال فقط، 80 ألف هذه تبخرت في الهواء. بح، بعد الانهيار
الديار تدخلت شخصيات كبيرة جدا في المجتمع السعودي لمحاولة إيقاف النزيف وتقليل وتخفيف حدة الخسارة وانهيار السوق، والمحاولة لإعادة الثقة بالسوق من جديد، منهم الأمير الوليد بن طلال ضخ 10 مليار ريال سعودي على أمل أن السوق يخفف من النزيف ويخفف من حدة الانهيار. وأيضا الشيخ سليمان الراجحي ضخ 2 مليار ريال في السوق على أمل أنه إن شاء الله يا رب السوق يهدى شوي. لكن للأسف الشديد السوق كان متضخم بشكل مرعب ولم يكن هنالك مفر من الانهيار، وأفلس الكثير من الشعب السعودي وتشردوا بالشوارع. تسألني ليش أبو عابد بالشوارع؟ ما عندهم بيوت؟ عزيزي المشاهد، بعض المتداولين باعوا بيوتهم وباعوا سياراتهم وتخلوا عن وظائفهم واقترضوا من البنوك واقترضوا من الأصدقاء والأقارب، وبعضهم باع ذهب زوجاتهم وضخوا كل هالأموال الضخمة والسيولة المرعبة في سوق الأسهم وما بقى عندهم ولا أي شيء، وخسروا بسوق الأسهم فخسروا كل ممتلكاتهم وصفوا على الحديدة ولا شيء. عزيزي المشاهد، بعضهم جتهم جلطات دماغية وأزمات قلبية من خسارة وفقدان كل هذه الأموال. يا جماعة تحويشة العمر طارت. بتقول لي سهلة وبسيطة يا أبو عابد، طيب هذا المتداول قاعد يشوف السوق الآن قاعد ينهار، ليش ما يبيع ويهرب؟ سهلة. عزيزي المشاهد، سوق الأسهم يعتمد على قانون العرض والطلب. عشان تقدر تبيع سهم معين في شركة معينة لابد انه يكون في بالمقابل شخص بيشتري منك هذا السهم علشان تتم صفقة البيع. لكن وقت الانهيار العالم كلها خسرانة اصلا، ما حد يبغى يشتري، الكل يبغى يبيع، الكل يبغى يهرب. فبهذا التوقيت العرض اكثر من الطلب، فلهذا السبب سعر الاسهم قاعد ينزل بوتيرة سريعة جدا. تقول بعض المصادر انه في تلك الفترة اصلا ما كان في طلبات، كل اللي موجود في السوق عروض، كل العالم عارض اسهمها للبيع، ما حد يبغى يشتري اصلا، فالعالم تورطت وتعلقت والسوق قاعد ينزل ويدحدر فيهم، فالعالم تعلقت، ما في مفر، ما في هروب. هيئة سوق المال تدخلت في تلك الفترة عشان تخفف وتيرة النزيف، حددت نطاق السعري للتذبذب بحد اقصى 5% على امل انه يخفف من نزيف الاسهم، لكن لا حياة لمن تنادي. طيب يا ابو عابد، هل جميع الشركات اللي كانت موجودة في السوق في تلك الفترة، ال 72 شركة كلها خسرانة؟ 6 شركات فقط عزيزي المشاهد من اصل 72 شركة هي التي تفوقت على انهيار فبراير 2006. 6 شركات قاومت الانهيار وهي الان تتداول بسعر أعلى وأغلى من قمتها بسنة 2006 تحديدا بشهر فبراير. الستة شركات هي سدافكو، جرير، التعاونية، المراعي، ساسكو، ونادك. تخيلوا جماعة، من أصل 72 شركة مدرجة في السوق كلها انهارت ما عدا 6 شركات. 6 شركات ربحانة و66 شركة إلى يومنا هذا ما وصلت إلى سعر القمة اللي كان موجود بسنة 2006. تقول بعض المصادر أنه سبب عدم انهيار هذه الشركات وخصوصا جرير بأنه العائلة المالكة التي تمتلك هذه الشركة أصلا كانوا محتفظين في الأسهم. يعني العائلة المالكة لشركة جرير ما باعت في انهيار 2006، تملكوا في الشركة واحتفظوا فيها وما تأثروا بالانهيار. فلأن أغلب أسهم شركة جرير يمتلكها أصحاب الشركة، العائلة المالكة لشركة جرير أصلا، فلهذا السبب صمدت وقاومت الانهيار. العائلة المالكة عندها الحصة الأكبر في هذه الشركة، فلهذا السبب لم تتأثر بالانهيار. يعني يا أبو عابد، سوق الأسهم السعودي سوق فاشل وخطير وما تنصحنا نستثمر فيه وخلينا نبعد عنه ونستثمر في أسواق أخرى؟ لا طبعا، السوق السعودي تغير بنسبة 180 درجة تغير جذري من سنة 2006 إلى يومنا هذا. كمثال، عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي بسنة 2006 كانت تقريبا 72 شركة، اليوم عدد الشركات وصل إلى 233 شركة. القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي لسنة 2006 كانت تقريبا 2 تريليون و450 مليار ريال، اليوم وصلت إلى 11 تريليون و137 مليار ريال. التذبذب في سنة 2006 كان مفتوح، السهم عادي يطلع 50 60 70 100% طبيعي، اليوم التذبذب محدود بنسبة 10% كحد أقصى. التوصيات اللي كانت موجودة ب 2006 في الإنترنت وفي المنتديات اليوم ممنوع وجريمة يعاقب عليها القانون ويغرم عليها أيضا. هيئة سوق المال بسنة 2006 كانت لسه ناشئة وغير متطورة، اليوم متطورة وذات كفاءة واحترافية عالية جدا، وعندها إدارة وحوكمة وإدارة مالية لسوق الأسهم من أفضل المعايير على مستوى العالم. سلوك المتداولين اللي كان ب 2006 مضاربة بحت،
أما اليوم في عندنا ثقافة الادخار والاستثمار منتشرة بين المتداولين ويشجع عليها سوق المال أيضا. يعني المضاربة مو موجودة اليوم؟ لا موجودة، لكن بحدة وبشكل أخف بكثير من 2006. سوق الأسهم السعودي حاليا من أكبر وأفضل وأضخم 10 أسواق أسهم على مستوى العالم، متجاوزا سوق الأسهم الألماني وسوق الأسهم الكندي وسوق الأسهم السويسري من حيث القيمة السوقية. إذا وصلت إلى هنا عزيزي المشاهد فأنا أشكرك من أعماق قلبي وأشكرك جزيل الشكر على وقتك الثمين، وأتمنى أن المقطع نال على إعجابك. أحتاج دعمك عزيزي المشاهد، إذا تقدر تدعمني تحت المقطع في زر اسمه سوبر ثانكس إذا تقدر تدعمني، وإذا ما تقدر تدعمني ما في عندك أي مشكلة، لا تقصر معي بزر اللايك وزر السبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات، وتشارك هذا المقطع مع أي شخص مهتم في الاقتصاد السعودي وفي سوق الأسهم السعودي وفي تاريخ المملكة العربية السعودية. ولا تنسى تشارك هذا المقطع مع أشخاص عاشوا هذه الحقبة الزمنية مثل أخوك الكبير أو أبوك أو جدك أو عمك أو خالك، وتخليهم يستمتعوا بهذا المقطع. ولا تنسى تتابعني على باقي مواقع التواصل الاجتماعي، بتلقاها تحت موجودة في صندوق الوصف، وخوارزميات اليوتيوب تقول انه هذا المقطع رح ينال على اعجابك. الله يسعدكم ويوفقكم جميعا، اشوفكم على خير، في امان الرحمن.